فرضت الولايات المتحده الامريكيه عقوبات على محافظ البنك المركزي الايراني وثلاثه افراد اخرين وبنك مقره العراق وذلك بموجب برامج تستهدف من يدعم الارهاب العالمي واوضحت الخزانه الامريكيه ان العقوبات المفروضه على مسؤولي المركزي الايراني وبنك البلاد تنبع من الاشتباه في تحويلهم ملايين الدولارات نيابه عن الحرس الثوري لحزب الله الارهابي وشدد بيان وزاره الخزانه الامريكيه على ان العقوبات جزء من الحمله القويه لاداره الرئيس الامريكي دونالد ترامب ضد الحرس الثوري ووكلائه في اطار الانسحاب الامريكي من الاتفاق النووي الايراني وفي اطار البدء في اعاده العمل بالعقوبات الامريكيه